السلام عليكم خوتي خواتاتي، كلشي بخير. نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي ناخذ معايا في واحد الرحله لفالفاني، من اجمل الاماكن كتواجد ما بين كورمايور وشاموني فرنسا. هي قريبه لفرنسا بواحد 3 كيلومتر 4 كيلومتر ياك تقريبا، وغادي نوريكم كيفاش. اوكي خليكم معنا، ليتس جو. اوكي الان ان شاء الله احنا غادي نتحركوا من كورمايور غادي لفالفاني. ما كاينش لا طروس، كاينه غير طريق عاديه بحال هادي. هانتوما كتشوفوا في الطريق ديالنا كيتواجدوا لي زوتيل ريستورانس. الجبل الابيض اللي كيبان لكم قدامكم هذاك هو اللي كيتواجد من وراه فرنسا، شاموني. كنتمنى ان هذه المناظر نال الاعجاب ديالكم. حاولت نبارطاجي معكم بحال هكا هاد الفيديوهات، حيت بزاف ديال الناس ملي درت الفيديو الاولاني ديال كورمايور قالوا لي صور لينا اكثر يعني مدن اخرين حداها، هاد الشيء رائع، هاد الخضوريه اللي كاينه وهاد الشيء رائع، فحاولت نشارك معكم القضيه. اوكي الان ندورو لفالفاني. فالفاني جات في واحد الجبل خطير، ها انتم كتشوفوا دابا غيبدا البدايه ان شاء الله ديال طلوع الجبل. والفالفاني كيتواجد حتى فالفيري، حتى هو شي حاجه واعره جميله بلي كاسكاد كلشي. كامبينغ اللي كاينين هنايا، هاد الطريق هادي راه تعتبر طريق زعما صغيره ما عريضاش بزاف، ما كتخليش تقريبا جوج طوموبيلات وحده تمشي وحده تجي، الماكسيموم تقريبا طوموبيله وحده ولكن كتبقى في الاخرى دوز اخرى. وطريق صعبه هادي، هادي في الثلج ما كتكونش مفتوحه، كتكون كامله الطريق عامره تجب ما كيحيدوش منها، كتكونش مفتوحه. اللي كيطلع لدابا المكان اللي غنطلعوا ليه حنا ان شاء الله كيطلع غير بهذاك اللي موتوسكي، يعني هذوك الموتورات اللي كيطلعوا في الجبل اللي في الثلج في الجبل. هذو الناس اللي كيطلعوا على رجليهم اللي كيديروا التسلق.
دابا قربنا نوصل لواحد المكان اللي غادي نوقف ونصور لكم هذاك الغار الكالغي، يعني الفاصل ما بين ايطاليا من اتجاه ديال لو مون بلون وفرنسا، يعني الفاصل تقريبا نقولوا بين مدينه كورمايور ومدينه شاموني. شوفوا كيفاش الطريق خطيرة جدا، درجة الانحدارات ديال درجة الزاوية ديال الفيراجات اللي فيها كتوصل حتى لدرجة واحدة أو جوج درجات ثلاثة، يعني تقريبا كتكون غادي في واحد الاتجاه وكترجع الاتجاه الآخر. شوفتوا كي وقفنا ما تقدرش تدوز جوج طوموبيلات من هنايا إلا بصعوبة. هاد الاماكن اللي كنوريكم اماكن سياحيه بامتياز، كي تعتبروا من لو توب ديال الطاليان. نكملوا دابا في طريقنا، حنا تقريبا قربنا نوصلوا نوقفوا، نديروا واحد الوقفه سريعه غادي قلت لكم غنصور لكم الفاصل ما بين ايطاليا ومنبلون و ها انتم شوفوا الاماكن الرائعه. يلا دابا نكمل الطريق. اوكي يلا نواصل مع بعضنا هذه الجولة. هانتوما شوفوا الطريق صح صعبة، لازم ان واحد يوقف واش واحد يزيد، ولكن جميلة، يعني هاد التعب ولا هاد ماشي تعب، هاد الراحة النفسانية اللي كيطلع هنا يشم بحالة الهواء. طالعين دابا ان شاء الله نمشيو نجلسو في واحد الكومبينغ.
ما فيها باس الا توقفنا مره مره في الطريق ديالنا باش نوريكم شويه المناطق الخلابه. دابا خليكم مع هذا الماء البارد نازل من الجبال من الفوق. انتما كيف كتشوفوا في الاول فاش يلا بدينا كانت الشمس، دابا غاديين طالعين وغاديين كتطفى الشمس. الآن نواصلوا الطريق ديالنا. هادشي خلاب، هادشي ساحر بطريقة خيالية. ماشي هاد الكومبينغ اللي جاي ليه آخر اللي مازال قدام. هو هذا ثاني، حط السيارة ديالنا هنايا في الباركين وندخلو. الآن وصلنا للمكان ديالنا، نخليكم مع بعض اللقطات. كاين الكومبينغ حداه الاخر لا ديروطا. الان هذه الدخله ديال الكومبينغ كيف كتشوفوا، هادشي رائع. هذا هو اللي جاي لي حنا كابيتان لي زالبي. كاين هذا اللي حداه لاتزيروطا، هاد كابيتان لي زالبيكي يشتغل في واحد الصديق ديالي مصري، ان شاء الله غادي نوري لكم. شوفوا هاد الشلال ما شاء الله رائع نازل من فوق. كنتمنى ان هذا الفلوق يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك، ولا كنتم باغيين مزيد من الفلوقات في اماكن اخرى ان شاء الله ما عليكم الا تكتبوا لنا في كومنتير، وان شاء الله غادي نديروا ان شاء الله.
اوكي يلا السلام عليكم.